مرحبا بكم على ميد بونتين. اليوم معنا دكتور سناس نوسي، أخصائية أمراض النساء والتوليد. جيت بحضرنا اليوم باش نحكيو على موضوع ارتفاع ضغط الدم والسكري أثناء الحمل. مرحبا بك دكتور. يعيشك، مرحبا بالشدة المستمعين والمشاهدين. يعيشك دكتور. دونك اليوم باش نحكيو شوية على موضوع ارتفاع ضغط الدم والسكري. دونك دكتور احكينا عليه شوية باش لي زانترنت متاعنا يتفاعلوا معنا ويفهموا الموضوع أكثر. مرحبا بكم. دونك علاش اخترنا ضغط الدم والسكر في الحبالة؟ على خاطرهم زوز امراض دارجين برشا، خاصه في تونس اللي هي تنتمي للبحر الابيض المتوسط، دونك جينيتيكمان وراثيا عن الامراض هذه برشا. دونك هذاك علاش نتعرضوا لهم اكثر في اثناء الحمل، لانه فما دي زونتيسيدون فاميليو دي هايبرتونسيون و دو ديابيت، فماش عائله تونسيه تلقاش فيها السكر وضغط الدم. دونك سبيسيالمون زوز هذوما خاطر فما متابعه معينه او كور دو لا غروسيس للمراه ولجنينها، وفما اوقات زاده في الولاده ما نجموش نخليو مراه عندها سكر ولا غلظة الدم حبله هكاك نعطيوها شهر كامل في يدها، وفما لي ريسك زاد اللي ناخذوهم على المراه وعلى صغيرها او كور دو لا غروسيس. فوالا دونك كيما قلنا ال سون فريكونت. دونك نعرفش تبدا بالاسئله والا نحكي كل وحده وحدها. دونك فيما يخص السكر فما لي ريسك ديجا السكر عندنا دي نورم، معناتها في السكر احنا بطبيعتنا في البوندون لو بروميير تريمستر الاول كونستاسيون تجي فيها المراه شنو نسالوها، عندهاش هي بيدها مرض السكر، عندهاش هي بيدها ضغط الدم بالطبيعه وقت اللي عندها سي دو باثولوجي لا. دونك ديجا يفو فير اتونسيون خاطر السكر il peut être déstabilisé، ينجم يتفسدوا الحبله كيما هو زاد شي اثر على الحبله، وكيف كيف ضغط الدم اذا هي ايبر توندو باش ياثر على الحبله والحبله باش تاثر على ضغط الدم. دونك اذا عندنا السكر ديجا قديم كسوسوا سوز انسولين والا ناخذوا في الحرابش وكل شيء، معناتها فما احتياطات معينه خاصه ليكو نتاع الثالث فيما يخص السكر، لانه السكر يعرض اذا مش منظم يعرض المرأة أثناء الحمل للأفورتمان، تنجم ترمي للي مالفورماسيون عند البيبي خاصة دو توب نورال ستادير الراس والعمود الفقري، الكور زادا ينجم يمس القلب نتاع البيبي، ما يمسش المرأة ستادير إلا إذا مرتفع ياسر يولي يهدد لها حياتها، مي سورتو سي نجم نقولك لا بخوميييغ كوز دو مورتاليتي عند البيبي في كروش أمهاتهم، على خاطر السكر يبدا مرتفع والمراه مش منتظمه يطلع النيفو نتاع السكر يطلع الانسولين، الانسولين كيف تطلع تنجم تمشي معناتها تتسبب في مشكله او نيفو دو كور يصير اري كاردياك للبيبي. لي زوتر كومبليكاسيون او كور دو ديابيت بالنسبه للمراه اللي كسوسوا عندها سكر قديم ولا سكر حمل اللي هو نفيقوا به بدايه من نهايه الشهر الخامس بدايه السادس، انه البيبي يولي سمين، انه يولي يعيش في برشا ماء، يعرض المراه لانها تولد ولاده مبكره. زيد شنو قلنا، حكينا على لي مالفورماسيون لي دغامنيوس برشا ماء بيبي سمين، والريسك نتاع لا قدر الله يتوفى في كرش امه اذا هي ما تواظبش على الريجيم نتاعها والا ما تاخذش الانسولين نتاعها. نحب نطمن هنا النساء اللي معظم السكر اللي نكتشفوه او كور دو لا غروسيس ستادير المراه ما كانتش عندها السكر واثناء الحمل اكتشفنا مرض السكر، معظمهم راهو بعد ما يوفى الحمل وتولد يرجعوا نسبه السكر معتدله، ولكن اوكا في الكبر معرضه للسكر. سينو يونا كيلكوزون اللي كي قاعد السكر نتاعها تقول لك تخلي السكر مع الحبله ويقعد. دونك جينيرالمون اذا يبدا ديجا ان ديابيت بري اكزيستون، ستادير موجود قبل حتى ما تحبل ما في باليش بيه وبالليزاناليز فقنا بيه. بالنسبه لليبرتونسيون لي ريسك دو ليبرتونسيون بيان سور هي نحكيو على ليبرتونسيون دو لا غروسيس، خاطر المراه ليبرتوندو ديجا تجيك تقول لك راني ايبرتوندو وناخذ في الدواء الفلاني والدواء الفلاني. لا ديكوفيرت ليبرتونسيون باش نحكيو عليها اللي هي تابعه للحمل تبدا بدايه من 20 سومان ستادير في السانكيام موا دو لا غروسيس. مالوغوزمون ليبرتونسيون تهدد الزوز الام والجنين،
بطبيعه بالنسبه لل الجنين ينجم يعطينا ان روتار دو كروسونس، نقص في النمو خاطر الاكسجين وصلوا بالكدا، لانه العروق تجويد تولي عندها ريزيستانس الفي، دونك الدم ما يخلطش بالكدا، الجنين يبدا ناقص نمو، يعيش دون ان ايتا دو سوفرونس فتال كرونيك، ديما ناقص الاكسجين، ينقص عليه الماء. لقدر الله ينجم المشيمه البلاسنتا يتقلع من عند لوتيروس معناتها من الرحم، اي ا سو مومون لا ينجم يقتل الام والصغير. لقدر الله ينجم يمس الكبده نتاع الام زاده، خاطر العروق جويده في الكبده تنجم تتمس، ينجم يتسبب في دي كونفولسيون عند الام، سيتادير تخدم تتسمى ليكلومبسي معناتها دي كريز كونفولسيف، و ال بو سو كومبليكي اوسي زاده الكليوي نتاعها تنجم تتمس، اي دون سو كالا تولي المراه تضيع النشويات في البوله، يقول لك عندها البومينا. C'est un signe de gravité, il faut faire beaucoup plus attention à l'embra et à l'hypertension ou à l'obumina en même temps. Voilà. Je vais vous donner une question. Hey docteur, on a des questions en inbox. Est-ce qu'il y a un risque d'intégrer la maladie de sucre à la génine si la femme a la maladie de sucre? Tout à fait, si la femme a un risque d'être à la maladie de sucre, c'est comme ça, dans la famille, la femme a le sucre. اما مش على خاطر هو عايش عند ام اللي جاها سكر حبيله هو باش يهبط عنده السكر. بار كونتر هو ديما مسكين اللي سو تروف دون ان ايتا ديبر انسولينيسم، اذا هي مش شاده رجلتها سكر اللي يدخل له برشا، دونك دمه يصنع الانسولين بكميه كبيره باش يصلح، اي سيت ايتا لا ماهوش باهيلو خاطر يسمنه ويمس له قلبه ويعيشوا في برشا ماء ويتسبب له في اخطار اللي هو او كور دو لا غروسيس، مي جامي يتمس بالسكر هو. D'accord, docteur. Une autre question inbox. Est-ce que femme a motivé à ça le mera ou le génine qui a un de la zone amrad et comment les pathologies et donc le sucre ou tu fais avoir tout بالطبيعه surtout بالنسبه للمراه اللي عندها السكر نركزوا اكثر في الليكوغرافي نتاع البروميير تريمستر معناتها نتاع الشهر الثالث على العمود الفقري على المخ، خاطر اذا السكر مش معدل ينجم نلقاو حتى مخ طبيع لبرا، عمود فقري محلول، تشوهات من النوع هذايا اونكور بلوس في الليكو مورفولوجيك زاد ايكو الخامس. دونك وفي الاشهر الكبار اللي يولي فيهم البيبي يعيش بدايه من الشهر السابع، المراه اللي عندها السكر يلزم ديما نراقبوا البيبي في كرشها، سورتو يلزم تصلح السكر نتاعها، تمشي لطبيب سكر يعطيها الحميه اللازمه، واذا لازم باش يدخل الانسولين. هنا نحب ناكد انه ما فماش حرابش السكر تتعطى او كور دو لا غروسيس، اللي حتى اللي كانت تاخذ حرابش قبل او كور دو لا غروسيس ما تاخذش الحرابش، سوا الانسولين سوا ان ريجيم. وبالطبيعه فما تخطيطات يقولون على البيانيتر فوتال، فما les échographies باش مرات نفيقوا بالسكر عن طريق ليكو، سيتادير تشوف بيبي سمين تشوفه عايش في برشا ماء، تقول لها مدام راهو لازم تحليل السكر مالغري اللي المره الاولى عملناه لاباس، رانا باش نعاودوه، راني شاكه برشا في السكر اللي هو عندك، وقتها ننتبهوا نصلحوا ترجع الامور نصابره. بالنسبه لليبرتونسيون كيما قلت لك ديما نخافوا على البيبي من نقص النمو من السوفرانس فتال، فما عندنا دوبلير نعملوه باش نشوفوه راهو بيان بيرفوزي ولا لا، كمية الماء زاد إل ريفليت لو بيانيتر فوتال اللي هو لاباس ولا لا. وبالطبيعة فما التخطيطات سورتو نجمو نوصلو حتى كل يوم تخطيطات بالنسبة للسكر وإلا غلظ الدم، زوز هذوما لا ويلي أن ريسك على البيبي لا، والتخطيطات بداية من وسط الثامن يكثروا مينيموم دو فوا باغ سومان سي سني كل يوم تعمل تخطيطها. انت ديجا دكتور قلت لي لازم تعمل تخطيطات، انا مدام ريم تسال قالت كيفاه المراه الحامل تفيق بروحها تعرف روحها اللي هي عندها السكر ولا لا؟ ونفس الاعراض نتاع السكر خارج الحمل، تولي تحب برشا الحلول لانه يعني عنده السكر يولي يجوع برشا على الحلول، تخم كان في الحلول، مدلها ماكله اخرى تقول لك ليه نحب جاتو نحب جازوز نحب ما تعب درجه غريبه ما كانتش عندها، تشرب برشا ماء تمشي برشا للتواليت. Sinon, le bébé fait un trait de tahalil, sinon, le bébé fait un trait de l'échographie et le bébé aille dans un milieu de sucre mouchoum nadam. D'accord, docteur. Une autre question inbox. Mais où est le sucre et l'adi في الدم لدى المرأة الحامل وكذلك ضغط الدم العادي للمرأة الحامل؟ نحكيو على السكر للمرأة الحامل إذا دو غليسيمي اجان، زوز مرات نعاود السكر يا شاك فوا، خاطر لي كريتير ماشيين يوليو صعاب، خاطر نو سوم دون ان بيي دو ديابيت،
اي دونك لي كريتير دو سيليكسيون يبداو صعاب 0.92 غرام ما يلزمش تفوتها. سينو عندنا تحليل شربين ماء بالسكر تمشي صايمه يجدو السكر يلزم ما يفوتش 0.92 وبعد ما تشرب كميه معينه نتاع ماء بالسكر نجبدو ابري 1 اور السكر ما يلزموش يمس 1.8 غرام ابري 2 اور ما يلزموش يمس 1.4 ولا 1.5 تاعو حاليا 1.5 voilà la tension mais je vous dis que la tension نحكي على hypertension اذا لا ماكسيمال ضغط الدم الفوقي معناتها الماكس 14 يمس او المينيمال الدنيا تكون في 9 اللي اقل كلهم ماهمش داخلين ويلزم لا بريز دو لا تونسيون تكون مينيموم 2 فوا بيناتهم 6 سوايع دانتيرفال والمراه تكون او روبو. D'accord, docteur, merci. Une autre question, docteur. Est-ce que je peux vous donner l'huile de la qaysariya dans la situation de la sucrerie à l'âme? Je peux vous donner l'huile de la qaysariya. Mais pourquoi il y a beaucoup d'huile de la qaysariya dans le sucre? Par exemple, l'homme qui nécessite l'insuline. Il y a de l'insuline et elle est l'âme. Il y a un temps de temps qui ne faut pas. ما تعطيهش شهرها والشانس بتاعها باش توصل للنهار لا دات بريفيو دو لاكوشمون باش تلقى فم الوالده مسكر دان كوتي. ثاني حاجه جينيرالمون تلقى بيبي سمين وبيبي سمين ايغال لا قدر الله تنجم نخبعوا له كتفه او كور دان اكوشمون نورمال سوف كو هذا مش يعني انه معناتها كلهم سورتو سيل اللي تدخل بالحس وحدها يا لافونس رابيدمون وكل مرحبا سينو عندنا دات ما نفوتوهاش ويلزم نلقاو الراس هابط والبيبي مش سمين والفم الوالدة محلول والافونس ناتورالمون ما فماش علاش باش نعملوا قيصرية. لكن كي تجي تشوف تلقى لو تو دو سيزاريان الفي على خاطر سي غار وين توت سي كونديسيون سو ريونيس عند امراه بيبي عنده السكر بلوتو هي عندها سكر كور دو لا غونسيس. داكوغ سؤال ان بوكس دكتور ما هي طرق الوقايه من ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل؟ ما فماش طرق وقايه من ارتفاع ضغط الدم. هي ديجا المراه الحامل سوبوزي تقيس تفقد روحها مينيموم مره مرتين في الجمعه في التونسيون تاعها سورتو اذا تجيها اعراض نتاع راس يوجع وذني نتزف وجيع في فم المعده تشوف فلو تولي يسرى لاعصابها تعرف اللي فما دي زونتيسيدون دي هايبرتونسيون في العائله. مي سينو راهو مثلا حكايه الريجيم كل مسوس كل مش صحيح. هي عندها ليبرتونسيون وهي حبله وما يلزمش تاكل مسوس تاكل ملحه عادي في ماكلتها دونك فماش وقايه. باغ كونتخ فما اعراض اللي تخليها مش في صحنها مش منظمه تمشي تقيس التونسيون تلقى وقتها اون ديكوفر. وما فماش نظام غذائي للسكري دكتور؟ السكري بطبيعه الحال هو السكري كله دواه قايم على النظام الغذائي. يعني فما نسيت تقول لك هاني زرق في الانسولين وناكل الانسولين ما تدخل الا اذا بعد ما نظمنا الحميه نتاعنا السكر قعد مرتفع وقعد البيبي سمين وكل وقتها وني اوبليجي. مي راهو في معظم الاحيان ريجيم بي ستادير تشد روحها هي تعرف اللي عنده السكر ديجا يجوع على السكر ديجا هي فاهمه دونك وتعرف اللي هي كي باش تاكل السكر شد تضر صغيرها خاطر هي بيريود ترانزيتوار وترجع نورمال دونك اون طون كو شعور ام نورمالمون باش تخاف على صغيرها. Et donc toutes les interdictions les sucres à absorption rapide surtout le chocolat ou le gazoz ou quel anebul de lait il faut les éviter ou تنزل برشا على التفاح تاكل برشا خضره وسلايط لحم حوت كبده الياغورت سون سكر معناتها تشد الحميه نتاعي surtout on insiste sur هك لي كولاسيون هك اللمجه نتاع العشره ولا الاربعه نتاع العشيه العشره نتاع الليل زيد راهو خاطر اللي عندهم السكر السكر يتيح هو دمها كي تمد له السكر ما يعرفش يتصرف فيه دونك هي لازم تخلي له ان تو كونستون نتاع سكر فوالا. دكتور بالنسبه للسكر دكتور قلت فما مخاطر على الجنين وضغط الدم كيف كيف فما مخاطر على الجنين؟ ضغط الدم زيد من مخاطره كيما قلنا ينقص في النمو مرات نوصلوا نخرجوا بيبي على خاطر مش قاعد يكبر في كرشمه خاطر ما عادش وصل له الدم. اي سا سي ليكواسيون تخليه في كرشوم ويزيد شويه باش ينجم يلقى روحه في التنفس والا تخرجوا ويتصرفوا فيه لبرا وخاطر لو طون دو روفيان با. فما عندنا دي سيني في ليكوغرافي يقولوا لنا راهو قارنوا ما بين البيرفيزيون تاع الراس ونتاع الحبل السريري ان سارتان مومون اذا نراو انه ما عاش فما بيرفيزيون
يلزم نخرجوا صغير ديجا لاكوشمون بريماتوري، ينجم لا قدر الله في لي بيك هيبرتونسيف كيما حكينا قبيله الخلاص يتقلع، الخلاص يتقلع يعني ما عادش يخلط له الدم يعني يموت في كرشمه، هذا يهدد الام والصغير اللي حكينا عليها قبيله. اذا الكبده نتاع الام تتمس اون سورا اوبليجي جور ليبرتونسيون، هو جينيرال اذا توصل كبدتها يتمسك حتى الصغير راه ناقص نمو، معناتها سي اون فورم سيفير دو ليبرتونسيون، الا كيف كيف انا اوبليجي نخرجوا صغير سينو يموت في كرشها. دونك ليبرتونسيون الي بوكو بلو غراف كو لو ديابيت تاع الام والجنين. داكور دكتور. مدام حنان تسال قالت نقص نسبه السكر في الدم عند الحامل، معناتها شنو هي الاسباب نتاعها؟ واسكو فما مخاطر كيفها كيف ارتفاع السكر ولا؟ شوف نقص نسبه السكر للي عندها السكر ماهوش باهي بالكل، يعني مش معدل، ستادير ما كليتش وقت اللي يلزمها تاكل خاطر عندها اوقات معينه. بار كونتر نقص السكر عند المراه اللي مش ما عندهاش سكر وهي حبله ناتج جينيرالمون على انها ما كليتش عندها مده، والمراه الحامله تعرف كل ساعتين ثلاثه لازم تفقد روحها، دونك حاجه طبيعيه. انت عندك بيبي في كرش قاعد يل كونسوم، دونك السكر في ساشي يطيح لك، يفودغا سو غي اليمونتي، راه مش بالحلو، راه نجم انا ناكل كعبه تفاح تصلح لي السكر تاعي، معناتها مش لازم انا عندي شوكولاته ونهار كل ناكل فيها باش نعدل نسبه السكر، كونتخيغ بالعكس نطلع الانسولين خاطر نطلع السكر نتاعي وبعد زيد يطيح لي السكر مره اخرى. معناتها لي بيك نتاع طلعان السكر ماهمش باهيين، يجي لي بيك هذوكم من الحاجات الحلوه برشا كي تاكلها، يفودغا مونجي ديما خضره غلا تخلي لك التو نتاع السكر معدل. داكور ميرسي يعيشك دكتور، ميرسي بوكو على المداخله نتاعك، ويعطيك الصحه على الاجوبه نتاعك واللي انت قبلت الدعوه نتاعنا وعلى الموضوع المهم اللي تناقشنا فيه اليوم، وان شاء الله نكونوا قدمنا الاجابات الصحاح والمفيده للمشاهدين نتاعنا، ونقولوا لهم ا تري بيانتو ان شاء الله. ان شاء الله تري بيانتو، بارك الله فيكم. يعيشك دكتور.